بسم الله الرحمن الرحيم. أعتذر عن الفترة المتأخرة من الغياب، كان عندي سفر وكان عندي معرض أيضا. فنبدأ ليلتنا هذه ولو الوقت متأخرا، ولكن أنا مضطر للحديث في هذا الوقت لأني لا يوجد عندي وقت آخر. وسنبدأ اليوم إن شاء الله بفن السطر وعلم السطر، وسأحاول أن أشرح فيه بقدر الاستطاعة. اليوم يعتبر، الليلة تعتبر أول ليالي سلسلة فن السطر إن شاء الله، السلسلة الأولى أو الدرس الأول في علم السطر. في هذا الدرس سنتعرف على معلومات مهمة في السطر، منها أولا سنكتب بشكل خارجي، سنتعلم على ما هو السطر. علاقة السطر بالحرف والكتلة، السطر الوهمي والحقيقي. هذه مقدمة بسيطة نعرف من خلالها كيف كتب الخطاطون مبدأ السطر وكيف تعاملوا مع السطر. في هذه المقدمة أنا سأضع عليكم منهجية تعامل معها الخطاطون القدامى في مسألة السطر، وهي منهجية بالاستقراء تكاد تكون إجماعا أو متفق عليها. السطر هو الفاصل بين الخطاط وغيره، بين الماهر وغيره، لأن الإنسان يستطيع أن يصل بالحرف إلى مستوى عالي بالتمرن والنظر والممارسة، ولكنه لا يستطيع أن يصل إلى السطر إلا بفكر ودراية وكثرة مشق وإدراك. وهذه من أهم الأمور التي يعني لابد للخطاط أن يتعلمها نظريا، ثم عليه أن يطبق كثيرا، لأن قدرة الخطاط في التعامل مع السطر هو قدرته في معرفة أكبر قدر ممكن من الاحتمالات في الكتلة الواحدة، وهذه مسألة مهمة يجب الانتباه لها. قدرة الخطاط على إيجاد سطر جميل هي قدرته على إيجاد أكبر قدر ممكن من الاحتمالات في الكتلة، ونعيدها كثيرا وهي مسألة مهمة جدا. قدرة الخطاط على التمكن في السطر هي قدرته على إيجاد أكبر قدر ممكن من الاحتمالات في الكتلة الواحدة، لأن كل سطر لا يتناسب مع نموذج واحد من نماذج الاحتمالات، كل سطر يحتاج إلى نماذج متعددة حتى تستطيع الكتل أن تتلائم مع بعضها لإيجاد سطر فني ذو مستوى عالي، لإيجاد سطر فني ذي مستوى عالي إن شاء الله. طيب، الآن سأبدأ في تعريف السطر. ما هو السطر؟ السطر الفني طبعا ليس لغة. ما هو السطر؟ البعض يرسم سطر بالقلم الرصاص مثلا بهذا الشكل، ثم يبدأ برص الأحرف على هذا السطر، يعني يبدأ بكتابة الأحرف على هذا السطر بهذا الشكل. مثال، أنا أضع مثال ليس له معنى. هذا من منظور أن هذا هو السطر، من يرى أن هذا هو السطر، فيجب أن تتلائم كل الأحرف على السطر الموجود في الأسفل، بمعنى أنه لي أماكن الجمال في الحرف لتتناسب مع السطر الموجود، يعني ممكن أن يتم إلغاء جمالية معينة لتتلائم مع السطر. طبعا هذا الأسلوب الذي يكتب به من الخطاطين سيتم إلغاء شيء كامل اسمه ميلان، لا يوجد ميلان في هذا الاحتمال.
لأن الميلان لا يتناسب مع الاستقامة، الميلان شيء والاستقامة شيء آخر. فمن يكتب بهذا الأسلوب، أي أنه يضع سطر ثم يكتب الأحرف على السطر بحيث كل الأحرف تلامس السطر، فهذا سيلغي مسألة مهمة وهي مسألة الميلان التي تعطي الحرف تركيب، تعطي الحرف تناسب الحركات مع الوصل. هنا غير موجودة طبعا. هذا المفهوم الأول من مفاهيم السطر. المفهوم الثاني من مفاهيم السطر أنه يتم عمل سطر ثم تكون مفاصل الأحرف على السطر، مفاصل الأحرف على السطر، يعني إذا كتبنا نون هنا مفصل النون، إذا كتبنا ميم هنا مفصل الميم، إذا كتبنا صاد هنا مفصل الصاد أو هنا، إذا كتبنا لام هنا مفصل اللام، أي أن مفاصل الحروف تكون على السطر. طيب، هذا النوع أو هذه الحالة الثانية من حالات السطر لا تتلائم مع الأحرف المركبة ومع المتغيرات، لا تتلائم مع الأحرف المركبة ومع المتغيرات. طبعا هذا أسلوب من الأساليب لا أحد ينكره، لكن أنا سأتكلم عن الشيء الإيجابي الموجود والشيء المخالف مع المدارس الأخرى. هذا مع المدارس الأخرى لا يتلائم مع كبر الحروف وصغرها وتركيبها. مثلا لو صار عندي لام ميم حاء ميم، فكيف سيتم التعامل مع هذه المركبات في هذا السطر؟ هل سيتم التعامل مع أسفل حرف موجود، أسفل مفصل حرف موجود مثلا الميم أم الحاء أم الميم الأول؟ يعني على ماذا سيتم التعامل هنا في الأحرف المركبة؟ يعني أن الأحرف التي في الأعلى ليس لها علاقة بالسطر، فقط الحرف الذي في الأسفل له علاقة بالسطر، أم أن في هذه الحالة المفاصل هنا ليس لها قاعدة في هذا المكان، إنما يتم التعامل مع الأحرف التي ليست مركبة؟ ثاني شيء أنه مثلا إذا كتب نون بهذا الشكل هنا المفصل، طيب إذا كتب نون في مكان لا يتناسب أن يكون نون مكتملة، يعني إما كبيرة وإما صغيرة بحسب المكان، قبلها ألف بعدها ألف، ونون هنا بلا شك ستكون نون صغيرة جدا لأن المكان لا يتناسب في هذا. في هذه الحالة سيكون في نفس المكان الذي بدأ به الحرف الكبير والصغير في نفس المكان، وهل هذا يؤثر؟ يعني الآن النون الكبيرة والصغيرة في نفس السطر الموجود، فهل سنضع السطر في هذا المكان والسطر في هذا المكان مهما اختلف رأسهما؟ يعني دعوني أكتب هنا مثلا، سيمر السطر من هنا إلى هنا. طيب هذا المكان الفراغ الموجود مقابل النون هل سيكون مختلف من الأعلى ومختلف من الأسفل؟ المهم أن ينضبط الوسط أو المفصل. هذا أحد الأساليب. لو نظرنا إلى هذين الأسلوبين سنجد أن انتماء هذين الأسلوبين انتماءهما للسطر، يعني أن النون انتماءها للسطر، الصاد انتماءه للسطر، وهكذا في الأعلى. لا يوجد انتماء بين الأحرف مع بعضها، هناك انتماء عام شامل وهو أن كل الحروف تنتمي للسطر، لكن لا يوجد هناك انتماء
متغير بين الحرف والحرف الآخر الذي يليه. يعني لا يوجد هناك، نستطيع أن نقول لا يوجد هناك متغيرات مشتركة، أو أن كل حرف يعمل في الحرف الآخر في السطر، بينما نجد أن كلها انتماءها للسطر، يعني تشعر أن كل حرف يذهب إلى مكان آخر، يعني ليس له علاقة بالذي بجانبه. الآن سنتكلم عن المدرسة الثالثة أو الأسلوب الثالث، وهو أسلوب السطر الوهمي. أسلوب السطر الوهمي، ما هو السطر الوهمي؟ السطر الوهمي، البعض، قبل أن أبدأ بهذا، البعض يسطر هذا السطر لكنه يكتب ويقول لك أنا أقيس على سطر وهمي، يعني يعملونه هنا تقريبا، أنه سطر وهمي يشتغلون عليه وهذا السطر هو السطر الحقيقي. لكن في هذه الحالة، الحالة الثالثة الآن، العكس، السطر الذي يتم تسطيره بالمسطرة هو السطر الوهمي، لأنه لا يتم العمل عليه، هذا هو السطر الوهمي. أما السطر الحقيقي فهو تناسب الكتل مع بعضها الذي ينتج لنا بعد كتابة السطر، ليس قبل كتابة السطر. إذن ركزوا هنا مسألة مهمة، أن السطر الذي نسطره كان قبل النص ليس بعد النص، يعني نحن سطرنا ثم كتبنا النص. أما السطر الحقيقي فهو عبارة عن سطر جمالي ينتج لنا من السطر الذي تتم كتابته، يعني عندما نكتب النص كاملا نرى هناك سطر جمالي موجود في هذا النص. إذن السطر ناتج بعد الكتابة وليس قبل الكتابة، السطر ناتج بعد الكتابة وليس قبل الكتابة. فالسطر الذي ينتج قبل الكتابة ليس سطر جمالي، إنما هو سطر مقيد يقيد لنا الكتابة. واضح الآن؟ السطر الذي قبل الكتابة سطر فيه تقييد، ليس حر، يقيد مسألة الكتابة ويعيق مسألة الإبداع. السطر الحقيقي هو السطر الناتج الجمالي الذي ينتج معنا بعد الكتابة وليس قبل الكتابة، بمعنى أنه إذا تم كتابة النص كاملا نرى أن هناك سطر موجود، هذا السطر نشأ من كتل زائد حركات، يعني حركات الإعراب، زائد كتل زائد حركات زائد متغيرات زائد اضطرارات، وسنأتي لكل واحدة هذه في السلسلة إن شاء الله. إذن كتل زائد حركات زائد متغيرات زائد اضطرارات، هذه تعطينا سطر جمالي، سطر جمالي. طيب، الكتل المقصود فيها السواد، الحركات المقصود فيه التشكيل، المتغيرات المقصود فيها تكبير وتصغير الأحرف، الاضطرارات المقصود فيها الأشكال التي تساعدنا في ضبط السطر، وسنأتي إليها إن شاء الله بشكل موسع هذه إن شاء الله في السلسلة. إذن السطر الذي سنتكلم عنه هو السطر الناتج من هذه المواد أو هذه الأسس الجمالية. سنعرف ما معنى الكتلة في السطر، سنعرف كيف نستطيع أن نضبط السطر بالحركة بحيث يكون الحركة، تكون الحركة في السطر هي أحد أسباب ضبط السطر وليس عبارة عن شيء فراغ، يعني يتم إيجاد الحركة بشكل عشوائي فوق الكلمة وتحت الكلمة، لا، الحركة هي عبارة عن ضبط السطر بحيث إذا رأيت السطر صعد إلى الأعلى تستطيع بالحركة أن تنزل السطر في عين الناظر، وإذا رأيته نزل إلى الأسفل تستطيع أن تصعد السطر في عين الناظر بالحركات. أما المتغيرات فهي متى تعمل حرف صغير ومتى يكون حرف كبير بحيث يتناسب مع السطر في حالات المد، لأن المد يعمل للعين مشكلة أثناء النظر، فإذا لم تستطع أن تغير مسألة المدود والأحرف المتغيرة بحيث أن العين لا تنشغل بمكان دون مكان في اللوحة
تنظر إلى اللوحة بمنظور متكامل، فأنت بهذا تستطيع أن توجد سطر جمالي خالي من العيوب. الاضطرارات، وهي أننا كيف نستطيع إذا صعدنا بالسطر إلى الأعلى أثناء الكتابة، كيف نستطيع أن ننزل بطريقة لا نشعر القارئ أننا كسرنا السطر أثناء النزول. مثلا كتبت حتى وصلت إلى مكان إلى الأعلى، عفوا، وصلت إلى مكان إلى الأعلى، ثم جاء معي حرف دال أو الذي. أستطيع بهذه الطريقة أن أنزل بهذا الذال أو الدال، وأنزل بالياء بهذا الشكل، وأواصل الألف وأواصل الحركة. عندما يمشي السطر بهذا الشكل، ولو كان مرتفع قليلا بهذا الشكل، ثم ينزل بهذا الشكل، القارئ مع الحركة السليمة التي لا تؤذي العين، لا ينظر إلى السطر بأنه صعد ونزل بشكل أسلوب احترافي، نسمي نحن بالاضطرارات، أماكن اضطرارات جمالية تعمل على إيجاد سطر متكامل. إذا سنبدأ خطوة خطوة في مسألة السطر بشكل يعني مبسط، وهذه أنا وضعت مقدمة بسيطة نستطيع من خلالها أن يعني نفهم ما هو السطر، ما هي المتغيرات، ما هي الكتل، ما هي الحركات. ثم بعد ذلك كل خطاط يستطيع أن يوجد له سطر خاص فيه، لأنه لا يوجد سطر متفق عليه. السطر نستطيع أن نقول هنا، نستطيع أن نقول أن السطر شخصية، السطر شخصية، شخصية الإنسان السطر، بحيث لا يوجد قواعد عامة تضبط مسألة السطر لكل الناس، يعني يستحيل أن كل الناس يعملون على سطر واحد. لذلك من يبحث عن قواعد للسطر لضبط السطر عند كل الناس الذين يكتبوا، فهذا يبحث عن شيء محال. لماذا؟ لأن السطر، يعني لحظة وسأبدأ بالكتابة أحسن، حتى بعض الناس يرى شيء نظري ثم لا يستطيع أن، سأبدأ بالكتابة، فقط أخذ قلم. طيب، مثلا كيف نستطيع أن نوجد سطر؟ نقول الذي، بشكل سريع طبعا المسألة هي متعلقة بالسطر وليس بالحرف. طيب، الذي خلق السماوات والأرض، هذا عبارة عن سطر. الآن تمت كتابته. هذا السطر من أوله من الأعلى وأسفله، هو هذا السطر كله من هنا إلى هنا، هذا كله الذي يمشي اسمه السطر. لا يوجد سطر هنا في الفراغ الداخلي، يعني لا يوجد سطر هنا أو سطر هنا أو سطر هنا يتم القياس عليه، لا، هو سطر عام، يعني السطر كله هذا يسمى سطر، ينتج لنا بعد كتابة النص وليس قبله. إذا هذا السطر الآن نستطيع أن نشكله بهذه الطريقة، انظر التشكيل ماذا يعمل. أنا هنا نزل قليل، أستطيع أني أعمل هذه الفتحة الطويلة، أرفع السطر، والمكان الذي أراه نازل لا أعطي حركة كبيرة، أقرب الحركة من الحرف حتى يصير متلائم. خلق السماوات والأرض بهذا الشكل، اكتمل السطر. الآن الذي يكتب
شخص آخر يكتب هذا السطر، ممكن يكتب بهذه الطريقة. بمد الياء، لأن هذه الحالة موجودة أيضا، ومد الخاء. نفس ال بهذا الشكل. ممكن قليلا وأعد لكم. أظن مساحة التخزين صارت ممتلئة جدا، لا أستطيع أن أواصل. أمسح بعض الأشياء ثم أعود لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتذر عن الفترة المتأخرة من الغياب، كان عندي سفر وكان عندي معرض أيضا. فنبدأ عفوا، عدنا لكم. فقط كانت مساحة التخزين منخفضة جدا، وكنت أخاف أن ينقطع التسجيل مباشرة بدون أن أحفظ البث، فمسحت بعض الأشياء ثم عدت لكم. كما رأينا أن الشكل، السطر هو الشكل، السطر هو الشكل. الحالات الذي تم اختيارها، عفوا عدنا لكم. فقط كانت مساحة التخزين منخفضة جدا، وكنت أخاف أن ينقطع التسجيل مباشرة بدون أن أحفظ البث، فمسحت بعض الأشياء ثم عدت لكم. كما رأينا أن الشكل، السطر هو الشكل، السطر هو الشكل. الحالات التي تم اختيارها، عفوا
عدنا لكم، فقط كانت مساحة التخزين منخفضة جدا، وكنت أخاف أن ينقطع التسجيل مباشرة بدون أن أحفظ البث، فمسحت بعض الأشياء ثم عدت لكم. كما رأينا أن الشكل، السطر هو الشكل، السطر هو الشكل. الحالات الذي تم اختيارها، عفوا عدنا لكم، فقط كانت مساحة التخزين منخفضة جدا، وكنت أخاف أن ينقطع التسجيل مباشرة بدون أن أحفظ البث، فمسحت بعض الأشياء ثم عدت لكم. كما رأينا أن الشكل، السطر هو الشكل، السطر هو الشكل. الحالات الذي تم اختيارها، عفوا عدنا لكم، فقط كانت مساحة التخزين منخفضة جدا، وكنت أخاف أن ينقطع التسجيل مباشرة بدون أن أحفظ البث، فمسحت بعض الأشياء ثم عدت لكم. كما رأينا أن الشكل، السطر هو الشكل، السطر هو الشكل. الحالات الذي تم اختيارها، عفوا عدنا لكم، فقط كانت مساحة التخزين منخفضة جدا، وكنت أخاف أن ينقطع التسجيل مباشرة بدون أن أحفظ البث، فمسحت بعض الأشياء ثم عدت لكم. كما رأينا أن الشكل، السطر هو الشكل، السطر هو الشكل. الحالات الذي تم اختيارها، عفوا عدنا لكم، فقط كانت مساحة التخزين منخفضة جدا، وكنت أخاف أن ينقطع التسجيل مباشرة بدون أن أحفظ البث، فمسحت بعض الأشياء ثم عدت لكم. كما رأينا أن الشكل، السطر هو الشكل، السطر هو الشكل.